نحاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا قد جاءوا يدا ولدا ونورا وكم كانوا لحاجتنا حضورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-360-0101 021-360-0102 021-360-0103. ويمكنكم متابعتنا على البث المباشر على قناتنا في اليوتيوب، كما يمكنكم التواصل معنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما ننوه إلى أنه يمكن متابعة البرنامج عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على تردد 90.9. وهذا سائل يسأل عن الحجامة يوم الأربعاء. الحجامة يوم الأربعاء، نقول أولا الحجامة قد تكون للتداوي، يعني شخص مريض يحتاج إلى الحجامة لتكون علاجا له، هذا لا يتقيد بوقت على الصحيح من أقوال العلماء، لا يتقيد بوقت من الأوقات، لأنه علاج، ومتى ما وجد الداء له أن يستعمل هذا العلاج الذي هو حجامة، وهو أحد أنواع العلاج التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. إن كان الشفاء ففي ثلاثة: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار، إما الكي بالنار أو شرب العسل أو شرطة المحجم التي هي الحجامة، هذا إذا احتاج الإنسان إليها. أما إذا فعلها الإنسان لا لحاجة إليها لكن لأجل الوقاية فقط، فينبغي له أن يجتنب يوم الأربعاء ما أمكن، يكره الحجامة فيه. والفقهاء يقولون وإن ترد حجامة ففي الثلاثاء، الأفضل أن يختار يوم الثلاثاء، وكذلك الأفضل له إذا أراد الوقاية أن ينتقي أيام 17 و19 و21 من الشهر العربي، يختار يوم 17 ويوم 19 واليوم 21، هذا يعني أفضل وقت يختاره للحجامة. وإذا يعني ناسب هذا الوقت يوم الثلاثاء فهو أفضل وأفضل، لكن إذا احتاج الإنسان إليه لا يتقيد بوقت عند ذلك، له أن يحتجم في أي يوم ما دام للحاجة، لأن العلاج إنما جعله الله سبحانه وتعالى وسنه سببا طبيعيا لإزالة الداء، فالدواء هذا الذي هو العلاج يستخدم في أي وقت وجد فيه الداء. والله عز وجل حثنا على التداوي بقول نبيه صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فيا عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، يعني حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على العلاج، وأخبرنا أن الله وضع لكل داء دواء. العلاج موجود لكن قد يعلمه بعض الناس وقد يخفى على بعضهم، لكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يتداوى إلا بالحلال ما أحله الله. معنا اتصال. الأخت أم محمد، الأخت أم محمد من طرابلس، تفضلي يا أخت أم محمد. المعنى الأخ محمد من طرابلس،
تفضل يا أخ محمد. تسمع فينا يا أخ محمد؟ انقطع الاتصال بالأخت أم محمد وبالأخ محمد. إذن يحرص الإنسان على أن يجتهد في التداوي، لكن هذا التداوي ينبغي له أن يحرص فيه على ما أحله الله سبحانه وتعالى. معنا الأخ المهدي من الجنوب. السلام عليكم شيخ عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ المهدي تفضل. ربي يحفظك شيخ. الله يحفظك ويحفظ أهلنا في الجنوب جميعا. نعم بارك الله فيك وربي يحفظ شيخنا صادق الرياني. الله يسلمك. شيخ عندي سؤالين. نعم تفضل. الأول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإني لأستغفر الله في يوم 70 مرة. وهل يتقيد ب70 مرة يعني استغفارا؟ وما معنى استغفار يعني شيخ؟ سؤال ثاني. وسؤال ثاني شيخ، لما آتي إلى مسجد صلاة الفجر وقد أقامت الصلاة يعني شيخ باي، وهل أصلي سنة قبلية أم يعني أدخل في الصلاة يعني؟ واضح. شكرا بارك الله فيك شيخ. عفوا. الأخت أم محمد من الأبيار. السلام عليكم بالشيخ. معلش. وعليكم السلام. تفضلي أخت أم محمد أنت على الهواء. قلت لك معلش يا شيخ، ما بيقدر يصلي، ما بيقدر كنا نشتغل في الصحة، نمشي كل أسبوع قايلين نمشي يوم نشتغل. وبعات هيش قالوا لي انت من بوك تجي وتو حطوني ايش تقاعد يعني مرتب هذا قد حليل بعد قد نتقاعد قادم قد نمشي بالعمل. عفوا يا اخت ام محمد بشوي انت تخدمي في مكان والان احلتي على التقاعد. التقاعد تقاعد اختياري. لا انا تقاعد حولوني سن التقاعد. سنه وصلتي سن التقاعد. مرتب هذا قد حليل يعني نمشي بالعمره نمشي بالحج نمشي به. علشان قبل ما نمشيش للعمل قال لي امتى ما تجي نبوك ندزوا عليك. واضح ان شاء الله يا اخت ام محمد تسمعي الاجابه. الاخ جلال من طرابلس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن نشكر جميع الدفتاء وبارك الله فيكم. الله يسلمك يا اخ جلال ويتقبل منا منكم تفضل. والله انا والله يبارك فيكم انتم وشيخنا وربي يحفظكم. احنا بيدك والله ربي يحفظكم ان شاء الله. احنا على راس الشيخ حافظ الله ربي يجعلكم دين وعيد يا شيخنا. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. الله يسلمك وعليكم السلام. جزاك الله خيرا يا اخ جلال. الاخت ام محمد من طرابلس. ان شاء الله. تفضلي يا اخت ام محمد. فتوى من الشيخ، انا مطلقه في العده. وبنتي تجيب عمليه قيصريه وتقعد عنده ما فيش من يعولها. قالوا لي غير جايز انك تمشي لها. نبي هل هذا صح ولا لا؟ وتقصدي في النهار بتمشي لها؟ ايه ان شاء الله. واضح. تسمعي الاجابه ان شاء الله. ان شاء الله. الاخ احمد من طرابلس. اخ احمد من طرابلس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عبد الرحمن كيف الحال؟ الله يبارك فيك يا أخ أحمد تفضل. الله يسلمك ويبارك فيك. شيخ عبد الرحمن نبي نسأل أنا على شرعية الحج بمال الأمة كما هو ورد في قرار رئيس الحكومة بنفقة الحج هذه السنة على حساب الدولة. أنا نعرف هل مال الأمة يعني أنا أنت وأنا وأي مواطن له حق، هل هو موافق ولا لا؟ هل برضاه ولا لا؟ واضح السؤال يا أخ أحمد. نعم؟ السؤال واضح إن شاء الله تسمع الإجابة. عندك سؤال ثاني؟ أخ أحمد؟ تمام. في معنا حد؟ إذن الله عز وجل حثنا على أن نتداوى بالحلال، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها،
أو لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، فالذي حرمه الله سبحانه وتعالى ليس لا يمكن أن يكون علاجا، ليس فيه خير للداء، لا يعني لا يذهب الداء، ليس دواء لأي داء ما حرمه الله سبحانه، لأن ما حرمه الله عز وجل فهو مضر خبيث، فلذلك التداوي يكون بما أحله الله فقط. الأخ المهدي من الجنوب قال الحديث إني أستغفر الله يعني 70 مرة، هل يتقيد بالسبعين؟ أولا يا أخ المهدي الحديث ليس كذلك، الحديث يا عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70. وورد في رواية أخرى إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، يعني 100 تتقيد بها، هذه من أذكار الصباح والمساء، لكن أكثر من 70 لم يرد، يعني 70 بخصوصه. ثم لو فرضنا أنه ورد، فالسبعين تستعملها العرب للتكثير، يعني يقول لك عندي 70 شغل، درت 70 حاجة، نبي منا 70 حاجة، يعني يكثر يقصد أنه أشياء كثيرة، لكن لا، يقول العلماء العدد لا مفهوم له، يعني مش مقصود خصوص 70، وإنما أشياء كثيرة، المقصود كثرة الاستغفار، لكن هو الذي ورد أكثر من 70 مرة. يقول أيضا ما يعني الآن واحد بيقرأ أذكار الصباح والمساء يتقيد بالمئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقيد بها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان يريد أن يزيد في الاستغفار له أن يزيد بعد أن ينهي هذا العدد، يعني يدير 100 ويدير بقية الأذكار، ثم يستغفر الله عز وجل بعدد مطلق إلى ما شاء الله، أو يختار صيغة أخرى كسيد الاستغفار مثلا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا فيه، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، لما فيه من معان إيمانية رفيعة جدا جدا لمن تدبر هذا الاستغفار. يقول أصلا هو ما معنى الاستغفار؟ معنى الاستغفار السين والتاء في اللغة العربية للطلب، معنى الاستغفار أي طلب المغفرة من الله عز وجل، والمغفرة هي الصفح والتجاوز والعفو، يعني الإنسان يقر بأنه مذنب مقصر في حق ربه جل وعلا، خطاء يحتاج إلى عفو الله وتجاوزه وصفحه عن عبده. يقول له أستغفر الله، يعني أطلب من الله المغفرة، يعني اللهم اغفر لي، هذا معنى الاستغفار. معنى الأخت بنت ليبيا، بنت ليبيا تفضلي يا بنت ليبيا، تسمعي فينا؟ فقدنا الاتصال. السؤال الثاني لأخ المهدي يقول آتي إلى الفجر وأجد الصلاة قد أقيمت، هل أصلي السنة اللي هي ركعتي الفجر أم أصلي مع الجماعة؟ لا يا أخ مهدي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني ما دام أقيمت الصلاة لا تنشغل بغيرها، عليك بالمكتوبة فقط، تصلي مع الجماعة الصبح ثم تنتظر إلى شروق الشمس، لأن بعد صلاة الصبح وقت كراهة للنافلة، تكره فيه النافلة، فتنتظر إلى أن تشرق الشمس وترتفع بقدر ميل، يعني بقدر رمح، يعني ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد ما أن ترتفع الشمس بقدر رمح، تصلي الفجر، تنوي قضاء الفجر، يقضى والفجر يعني يقضى إلى الزوال، يعني إلى الظهر، كان ما صليتاش بعد الشروق لك أن تقضيه إلى أذان الظهر، فإذا دخل وقت الظهر أذن الظهر خلاص فات محل القضاء، ما عادش تقدر تقضي الفجر بعد هذا الوقت، ولك أن تختار أن تصلي خارج المسجد، برا من المسجد تصلي ركعتي الفجر ثم تأتي لتصلي مع الجماعة، لكن ليس لك أن تصلي الفجر والجماعة قائمة لصلاة الصبح. رجعت معنا الأخت بنت ليبيا. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك، الله بخير. بارك الله فيك، تفضلي. العلماء الله يسلمك. على العموم
جافي خاطري على على العيد ومدرك العيد واحد يقول أنا أسمعش فيك يا أخت بنت ليبيا، يا أخت بنت ليبيا الصوت يقطع مش واضح. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، سؤالك طول. أيوة على عموم سؤالي على أدعيني وعلى الخضيط اللي صار في البلاد. أنا اخترت يعني فكرة قلت كان براها حاجة ثالثة بدل الرؤية والرؤية يعني والإنفاذ والتفكير. ما فهمت منك شيء. لا على عموم السلام وخرات. نعم ما فهمتنيش قاعد. ما فهمتكش والله، عاودي بشوية بشوية بس. قلت لك أنا مسؤولة العيد اللي صار في العيد في رمضان. أي نعم. نعم أيوة خرط بطولي اللي صار في العيد على المرصاد على الرؤية بالرؤية بالعين المجرد. أي نعم. أنا عندي فكرة خطرتي وإذا كان يجي النوع الثاني من الرؤية تو مثلا هي خاطرة علينا الخوف، لكن مثل الطائرات وفي طائرات احنا نكون فوق الطائرات فوق وشوف فوق السحاب. بارك الله فيك يا اخت بنت ليبيا، بارك الله فيك. الاخ وسام من بنغازي. السلام عليكم. شحالك شيخ عبد الرحمن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا الاخ وسام. وسلمك يا شيخ. يا شيخ نبغى نستفسر على الزكاة، زكاة المال. ايه انا عندي محل والمحل خذيت من يعني من شخص فلوس ادينت منه وفتحت بيه المحل وقعدت نخلص فيه بشويه شويه يعني ما زلت ما سكرت الحول. هل بعد نتم الحول نجرد المحل ونطلع عليه زكاه؟ والله شنو النظام؟ وانت عندك ارض هيك تقدر لو بعتها مثلا تسدد بها الدين، او مثلا حوش واسع تبيع او تشري حوش اصغر لا منها؟ لا حوش لا، العرض عرضها للبيع لكن مازال ما جاش نصيبها لتو. لكن المهم فيه ايه في ارض. لا في واضح ان شاء الله. تسمع ان شاء الله يفتح عليك يا شيخ. الله يسلمك. الاخت ام محمد من الابيار قالت أنا كنت نخدم في عمل والعمل هذا مفرغيني نمشي في يوم فقط في الأسبوع يقولي ما تجيش وناخذ في الراتب، والآن وصلت إلى سن التقاعد وحيلت إلى التقاعد ومرتب ينزل الآن ضمان وتبي تمشي به للعمرة، هل يجوز لها؟ أولا هي مش قصة المشي العمرة، هل يحل هذا المرتب أو لا؟ أولا في الفترة اللي كنت ما تمشيش فيها العمل لا يجوز لك أخذ المرتب إلا بقدر الوقت الذي أديت فيه عملك، يعني كان هو أسبوع معناه خمس أيام دوام ليس لك إلا خمس المرتب لأنك تمشي في يوم واحد، فإذا كان يعطوا فيك 1000 جنيه مثلا مفروض تأخذي 200 والباقي تتخلصي منهم لتشري بهم أدوية لمستشفى تعطيهم لفقراء ومساكين، المهم تحطيهمش في المسجد تصرفيهم في وجه من وجوه الخير، هذا بالنسبة لذلك الوقت، لأن الإنسان لا يحل له من الأجرة إلا بقدر عمله. أنت متعاقدة مع الدولة على دوام كامل لمدة 5 أيام في الأسبوع، فليس لمدير العمل أن يستثني هذا الأمر إلا إذا كانت اللوائح تتيح له ذلك. أما إذا كان المدير غاشا من يتصرف من عنده ويخالف اللوائح ويقولهم ما تجوش أنا ندير بينكم يعني أيام وبعدين اللي يجي يوقع الأيام كلها يعبيها، هذا لا يجوز، هذا لا يحل، هذا المدير يعد غاشا والشخص اللي رضي بذلك رضي بالغش وغش معه، لا ينبغي هذا الأمر، هذا فساد وهذا تسيب من الإدارات، يجب متابعة هذا الأمر، هذا أولا. لكن الآن في التقاعد ما عندكش دوام، لا تطالبين بالدوام، فاللي تاخذيه من المرتب هذا حلال يعني إن شاء الله. وأما قصة يعني الذهاب إلى العمرة فهذا يختلف، إذا كان مش ماشية قبل العمرة لك أن تذهبي إلى العمرة، أما إذا كان ماشية قبل ابحثي عن فقير أو مسكين فيعني أطعميه، ولا زوجي شاب يحتاج إلى زواج، ولا ديري وجه من وجوه الخير أولى وأفضل. معنا الأخ منصور من زليتن. اخ منصور الشيخ نور عبد الرحمن. اهلين يا اخ منصور، اسمعنا من سماعه الهاتف تفضل. الله يبارك فيك. شو حالك شيخ عبد الرحمن؟ الله يسلمك بارك الله فيك.
بارك الله فيك على البرنامج الطيب. وإياكم إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم. إن شاء الله ربي يفتح عليك إن شاء الله ويجعلك إن شاء الله بوخر لهذه البلاد. اللهم آمين ورفع الله قدرك، بارك الله فيك. نسأل الله العلي العظيم أن ييسر إخواننا في غزة، ادعي لهم يا شيخ عبد الرحمن بالنصر والثبات. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. بارك الله فيك إن شاء الله، ادعي لهم بالنصر إن شاء الله ويا ربي يهلك الصهاينة المجرمين. الله يسلمك ويجزيك خير على هذا التذكير، بارك الله فيك يا أخ منصور. هو لعلنا يعني كان من المفترض أن نبدأ بهذا الأمر الحقيقة، وجزى الله أخانا منصور على هذا التذكير، بارك الله فيه. أهلنا في غزة وفي فلسطين عموما يتعرضون لسموم العدو وصواريخه واغتيالاته للعدو الصهيوني الغادر الماكر، وهذا يعني ديدن اليهود. هؤلاء قوم أهل خبث لم يعاملوا أنبياءهم معاملة حسنة، فكيف سيعاملون من يعتبرونه عدوا لهم؟ هذا ديدنهم، وبالتالي من يتحدث عن صلح معهم فهو واهم، ومن يتحدث عن تطبيع معهم فهو خائن لدينه وأمته. ولعلنا ينبغي أن ندندن حول هذا الأمر، وأن نذكر أبناءنا وأصدقاءنا وأسرنا ومجتمعنا، ينبغي أن لا يخلو مجلس من المجالس، مجلس علم، مجلس يعني له، مجلس مذاكرة، كل المجالس ينبغي أن نذكر فيها بقضايا الأمة عموما، وعلى رأسها قضية الأقصى، قضية أهلنا في غزة وأهلنا في الأقصى الذين يتعرضون لأصناف العذاب والاغتيالات. طالت يد الغدر أحد قادة الجهاد من أهلنا في فلسطين، والآن يمطرون أهلنا في فلسطين بأمطار من العذاب. وينبغي على كل مسلم وجوبا شرعيا أن ينصر إخوانه الذين يعني ينكل بهم العدو يعني بكل ما آتاه الله عز وجل من أنواع النصرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا استطاع الشخص أن يعني يعينهم بماله يجب عليه ذلك، وإذا استطاع الشخص أن يعينهم بموقف سياسي يقف فيه وقفة جادة للضغط على هذا العدو لوقف عدوانه فيجب عليه أن يقف هذا الموقف. من يملك قلما أو يعني قناة إعلامية أو صفحة تواصل أو كذا يجب عليه أن يبصر الناس بهذه القضايا، وأن يذكر المسلمين بواجبهم نحو هذه القضايا، وأن يدعمهم وأن ينصرهم وأن يدعو لهم. لا تحرموا إخوانكم من الدعاء لهم، من استطاع أن ينظم وقفات احتجاجية يعني تعبر عن مدى تضامن أهلنا في بلدنا ليبيا مع أهلنا في فلسطين، لأن الأقصى قضية الأمة مش قضية أهل فلسطين فقط. يحاول العدو أن يحجم هذه القضية، فيعني انطلى ذلك على بعض الناس. بعض الناس يقول احنا ايش دخلنا فيهم هم في فلسطين؟ لا يا أخي الكريم، هذه ليست قضيتهم، هذه ليست قضية أهل فلسطين، إنما هي قضية الأمة كلها، هذه قضية مقدساتنا، قضية الأقصى، يعني أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، هذه قضية أرض من أرض الأمة مغتصبة، يجب على كل المسلمين أن يبذلوا قصارى جهدهم في استنقاذ هذه الأرض التي اغتصبها العدو. أسأل الله عز وجل أن ينتصر لإخواننا وأن ينتقم لهم وأن يهلك عدوهم. معنا اتصال، الأخ فتحي من مصرات، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن، إن شاء الله ربي يحرر القدس يا رب العالمين. الله يسوى، آمين يا رب العالمين. سؤالي تو، أنا والله تو في العصر يا شيخ، أنا جيت للفترة حضرت الركعة الثانية لولا فاتتني. والإمام أخطأ في بعد ما جاب التشهد الأول، بعدين فترة في الثالثة جاب التشهد الثاني نزل، قالوا له سبحان الله، ركب الإمام، جي في الأخير تحى وطلق السلام. أنا ركبت جبت اللي فايتتني، وهم نزلوا جابوا ركعتين متاع التأخير هذه. يعني لما سلم الإمام أنت نور تقضي ما عليك؟ أنا نقضي ما علي، عندي واحدة بس أنا. نعم إيه، وهم جابوا اللي هم داروا سجدتين وبعدين سلموا. ايوه
وانت يعني شنقلت بعد ما كملت ما بعد ما كملت انا طلعت السلام عليكم وقعدت ما بين الزوالي حد وبعدين روحت انا كذا دويت الواحد قال لي لا عاد يجيب سجود توليها اكثر من ساعه الا ربع كملت العصر انا. انت تعرف احكام السجود غير نسيت والله نسيها والله ما عاد عرفت القبلي والبعدي ما عاد عرفتها ما عاد فهمتها. لكن تعرف ان عليك سجود ونسيتها ولا ما تندريش انها فيها سجود؟ لا انا ما شكيت شك قلت لانني لحقت عليه قال لي قلت في السليم انا قلت انا في السليم لانني فايتتني ركعه وحضرت معهم السهو ده. حضرت معهم السهو لما قال السلام عليكم في الرابعه قلت لا خلاص انا ما علي شيء لانني قلت لك قالوا لي تو عاد تجيب سجود. واضح ان شاء الله يا اخ فتحي تسمع الاجابه. وراه تو العصر عندنا احنا في مصر ترى وقريب تو من 35 دقيقة 40 دقيقة فات. واضح ان شاء الله تسمع الاجابة. شكرا 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 شيخ طول عمرك. الله فيك بارك الله فيك. الاخ ادريس من مصراتة. انقطع الاتصال بالاخ ادريس. نخرج الى فاصل ثم نواصل باذن الله تعالى. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. ورثوا في الحكمة قدوتنا فهلموا نشحذ همتنا بالإنصات العذب إليهم بين يديهم بين يديهم. نسقي من أنهار الحكمة نتتبع آثار العظماء أو ننهل من فكر العلماء في جلستنا بين يديهم بين يديهم بين يديهم بين يديهم بين يديهم. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الأخ جلال من طرابلس بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وارفع الله قدرك، أسأل الله أن يتقبل منك ما دعوت به وأن يثيبك على ذلك ولك مثله وزيادة بإذن الله. الأخت أم محمد من طرابلس تسأل، هي مطلقة في العدة وعندها بنتها يعني عندها ولادة بعملية وتحتاج إلى من يعينها، وقيل لها إن المعتدة لا تخرج من بيتها. لا يا أختي الكريمة، لك أن تخرجي نهارا بعد الفجر إلى أذان العشاء. أذان العشاء لابد أن تكوني في بيت العدة، يعني تطلعي في النهار لبنتك من الفجر عادي تقدري تمشي، ولكن عليك أن ترجعي إلى بيتك يعني قبل أذان العشاء بحيث
أن تكوني داخل البيت لما يؤذن عليك العشاء، عندما يؤذن العشاء تكونين داخل بيت العدة، وفي النهار لك أن تخرجي ولا حرج عليك. الأخ أحمد من طرابلس يسأل عن شرعية الحج بمال الأمة، يقول كما ورد في قرار رئيس الحكومة. هو يعني ولي الأمر له أن يتصرف في مال الأمة بما فيه مصلحتها، يعني اللي فيه المصلحة للأمة له أن يتصرف. وهذا موضع قد تختلف فيه الأنظار، في بعض الناس اللي عندهم يعني قرعة الحج بعضهم قد لا يملك يعني ثمن الحج، فهو يعني يفرح بهذا الأمر ويعد ذلك مصلحة، يشوف فيه مصلحة ويريد أن يحج. لكن يعني من باب النظر في مصلحة هذا الأمر، هناك أمور أولى وأوجب. الذي لا يملك ثمن الحج لا يجب عليه أن يحج، يقدر يجلس، والله عز وجل قد عذره، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن عندنا ناس عافانا وعافاكم الله عندها أورام، عندنا ناس جرحى يبوا يعالجوا، عندنا ناس يحتاجون إلى لقمة العيش باش يأكلوا، فولي الأمر يجب عليه أن يعني يصرف هذا المال في هذه الضروريات التي لا خلاف فيها. هذه الأشياء التي يحتاجها الناس هي التي يجب أن يصرف المال فيها. إذا فاض المال وزاد على هذه الضروريات ويعني اكتفى الناس، له بعد ذلك أن يستعمل هذا المال في تحجيج الناس، إحجاج الناس، أو تزويج الشباب أو غيرها، يعني هذه الأشياء التي يستطيع أن يكمل بها هذا المال إذا كان فيه فائض. لكن هناك أشياء يجب صرف المال فيها أولا، الأشياء التي يجب صرف المال فيها أولا هذه هي التي ينبغي أن يصرف فيها المال، لا أن يصرف في، لا أقول تبديد مثل صرف المال على المغنين وعلى المحتويات الفارغة، هذاك محرم. لكن الآن احنا نقول عند يعني أولويات، فيها أشياء يجب الإنفاق فيها، لا ينبغي له أن يترك بندا يجب الإنفاق فيه ليذهب إلى بند لا يجب الإنفاق فيه، والله سبحانه قد عذر غير المستطيع. الأخ وسام من بنغازي قال عندي محل استلفت مالا من شخص وشريت البضاعة لهذا المحل، ويقول نخلص في الدين بشوية بشوية بعد أن يأتي الحول، يقول كيف أصنع في الزكاة؟ يا أخي الكريم، بعد أن يأتي الحول تشوف حول رأس المال، والربح تابع لرأس المال. يعني مثلا أنا بديت ب50 ألف ب100 ألف في شهر رمضان، لما نجي لي شهر رمضان بنشبح كل ما عندي حتى اللي دخل علي قبل يوم، لأن الربح حوله حول أصله، الربح حوله حول أصله، بنقول هذا حول من رمضان. فيجب عليه أن ينظر ما عنده من مال وما عنده من عروض تجارة، يقومها قداش قيمة المحل هذا، قداش قيمة البضاعة، ثم يخرج الزكاة المبلغ كل اللي يطلع يدير تقسيم 40 اللي هو 2.5%، فيخرج زكاته. معنا اتصال. الأخ محمد من البيضة. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤالين أنا، الله يبارك فيك. تفضل يا أخ محمد. السؤال الأول يا شيخ، هل العمرة والختمة عن الميت تجزئ؟ والسؤال الثاني بالنسبة لصلاة المسبوق يا شيخ، أنا جيت للصلاة مسبوق سبقتني ركعة مثلا صلاة المغرب على آخر صلاة المغرب. فلما بنأتي بالركعة بعد انتهاء الصلاة، هل الركعة هي تكون بالنسبة لي أنا، هل هي الركعة الأولى اللي فاتتني أم هي الركعة الثالثة بالنسبة لي؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيك. يعني هل نأتي بها جهرا أو سورة جهر ولا فاتحة سر؟ نعم واضح إن شاء الله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الأخت كريمة من طرابلس. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة شيخ عندي سؤالين بالله. تفضل. الأول ما حكم منصات التداول الإلكترونية؟ شنو هي حكم منصات التداول الإلكترونية؟ يتداول فيها العملة تقصدي؟ تداول فيها العملة والأسهم إلكترونية. والسؤال الثاني حكم التقريعة وأحكامها، هل لازم نرد اليوم ولا لا؟ واضح إن شاء الله. تسمعين إجابة أخت كريمة. الأخ عبد المنعم من طرابلس. ما شاء الله
أخ عبد المنعم تفضل. عندي استفسار بسيط الحق. أنا أمس متصفح دقيت فيديو فمحور الفيديو كان الحديث محمد عبد العزيز من أبو هريرة رضي الله عنه تعلم آية الكرسي من الشيخ. لخبط هذا الشيطان يقدر يقرأ القرآن يعني هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما هل معقولة أن أبو هريرة هل أبو هريرة تعلم آية الكرسي من الشيطان يعني هذا طعن في صحابة رسول الله؟ لا تسمع التعليق. مش تعلم اللي قال تعلم آية الكرسي خطأ، بل علم فضلها، فضل آية الكرسي قال عليه الشيطان. وتو نذكر لك القصة في الصحيح يا أخ عبد المنعم. هو محمود عبد العزيز قال تعلم آية الكرسي من الشيطان. أنت الآن سألتني أنا نجاوبك يا أخ عبد المنعم إن شاء الله. بارك الله فيك. وعليكم السلام. الأخ عبد المنعم من طرابلس. أخ عبد المنعم تفضل. أخ عبد المنعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. فوزي من طرابلس. الأخ فوزي من طرابلس مرحبتين بك. أنا عندي بس ما نعطلش على الجماعة. عندي حناي توفت قبل جدي. إيه. باهي من ناحية أمي باهي. وطبعا جدي يملك ياخذ الربع تقريبا مش هيك ولا؟ شنو من فيه كيف؟ يعني توفت جداك بيرث منها تقصد؟ هو عندها صغار ولا ما عندهاش؟ عندها صغار زوج اولاد وثلاث بنوي. كويس باهيو. هل يصح جدي يدير ورقه وهذه من 73 راه؟ ايه من سنه 73. هل يصح جدي يدير ورقه يبيع للاولاد بيع وشراء وما يدريش عليهم راه املاك؟ قال لك من طرابلس وبرها ومفراته وبرها وبنغازي وبرها نندر عليها ولا ما ندروش عليها؟ هيك مكتوبه ورقه. كاتبينها في كاتب عموم. ومصدقين عليها في المحكمه. نعم. وهذه من 73 راه. هذه صح تصح هذه ولا ما تصحش؟ واضح ان شاء الله. تسمع لي جميل. بارك الله فيك يرحم والديك. شكرا. ان شاء الله عفوا. شكرا. إذن يا أخ وسام كما ذكرت لك يعني كيف تحسب الزكاة، والآن أنت تسأل عندي دين هل هذا الدين يمنع الزكاة؟ عندنا في المذهب المالكي الدين يمنع زكاة المال فقط، غيرها ما يمنعش، زكاة الحبوب، زكاة الغنم، زكاة هذا لا يمنعها الدين، حتى عليك دين بتخرج الزكاة، لكن زكاة المال يمنعها الدين بشرط أن لا يكون عند المدين ما يجعله في دينه. ما فيش حاجة يقدر يعني توضع مقابل الدين. مثلا أنت الآن قلت عندي أرض ولو لم تباع بالفعل، لكن المهم عندك ما يقابل الدين، فبالتالي يجب عليك أن تخرج الزكاة كاملة. أما الشخص الذي لا يملك شيئا يبيعه زائدا عن حاجته، لما بيطلع زكاة ماله يشوف ما عليه من دين يخصم الدين. مثلا عنده 100,000 شقيل مال زائد التقدير عروض التجارة، لقى إن مثلا 100,000 وهو عليه دين 40,000، نقول له تزكي عليه 60، لأن 40 هضم اللي يبوه منك الدين تخصمه، لأنه ليس عندك ما تجعله مقابل الدين. لكن الشخص هذا اللي عنده أرض ولا عنده بيت واسع يقدر يبيع ويشري أقل منه، فعنده ما يجعله مقابل الدين يزكي على المال كاملا. الأخ فتحي من مصراتة جزاه الله خيرا دعا بتحرير الأقصى، لكن أذكر إخواني أن تحرير الأقصى يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى كفاح ويحتاج إلى بذل الجهود من كل أبناء الأمة، أما الدعاء وحده فلا يعني يفي. هو جزء من حق إخواننا علينا، لكن علينا أن لا نفرط في باقي الحقوق الأخرى. الأخ فتحي قال فاتتني ركعة من صلاة العصر، وبعدين الإمام سهى في صلاته فزاد تشهدا بعد الركعة الثالثة، زاد تشهد وسبحوا له فوقف للركعة الرابعة وبعدين تشهد وسلم. الأخ فتحي قام ليقضي ما فاته الركعة الأولى، فعله صحيح إلى حد الآن. بعد ما قام الأخ فتحي سجد الإمام للسهو، يجب على الأخ فتحي أن يسجد بعد إنهاء صلاته، يعني هو مش قام ليقضي الركعة، بعد أن يتم قضاء الركعة يجب عليه أن يسجد سجدتين ثم يسلم سجدتي السهو بعد السلام.
ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، يعني البعد يفعله المأموم بعد فراغه من قضاء ما عليه، بعد ما يكمل يعني القضاء يسجد سجود السهو بعد ذلك، هذا المفترض. لكن يا أخ فتحي الآن أنت يعني يجب عليك أن تعيد الصلاة كاملة الآن، تعود الصلاة. علاش؟ لأن يعني السجود السهو الأصل فيه أنه يسجد يستدرك ولو من بعد عام، لكن لمن يعلم أحكامه، لكن اللي ما يعرفش الأحكام يعني تركه يعني هكذا جهلا فيعني يعيد الصلاة. الأخ محمد من البيضاء قال هل العمرة والختمة تصل إلى الميت؟ العمرة يعني إذا أوصى بها في مذهبنا المالكي، إذا أوصى بالعمرة يعني يعتمر عنه ويصله ثواب النفقة وثواب الدعاء فقط ولا تصل إلى العمرة، لكن جمهور أهل العلم على أن العمرة تصل إلى الميت، فلا بأس يعني إذا قلد يعني غير علماء المذهب واعتمر عن الميت فلا بأس إن شاء الله. أما الختمة فنشوف هل الختمة هذه فيها أجرة يعني مقابل هذا، مقابل القراءة أجرة أكل أو مال أو غيرها، فهذا لا ينبغي لأنه يعني امتهان للقرآن بهذا الشكل. لكن إذا أراد الشخص أن يقرأ بنفسه بدون لا أجرة ولا شيء ثم يدعو الله عز وجل أن يوصل هذا الثواب للميت، فقد اختلف العلماء في هذا. متقدمو المالكية، علماءنا المالكية المتقدمون قالوا لا يصل ثواب القرآن للميت. بعض يعني علماء الحنابلة يتوسعون في ذلك ويقولوا يصل ثواب القرآن للميت، والمتأخرون من المالكية أيضا على وصول الثواب، وفضل الله عز وجل واسع، فإذا قرأ دون يعني أجرة على القراءة ودعا الله عز وجل بعد قراءته أن يوصل الثواب، فنرجو الله عز وجل أن يوصل الثواب للميت وفضل الله واسع. قال أنا مسبوق وفاتتني ركعة من المغرب، جاء في الركعة الثانية من المغرب وحضر مع الإمام الثانية والثالثة ثم أراد أن يعني يقضي الركعة الأولى، كيف يقضي هذه الركعة؟ هل يقرأها فاتحة وسورة جار ولا فاتحة بس؟ في خلاف بين العلماء، لكن مذهبنا المالكي يجب عليه أن يقضي الركعة فاتحة وسورة جهر، يقرأها، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة جهرا، لأن مذهب المالكية القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال، يعني هو سيبني في الفعل بيصلي ركعة ثالثة ولكنه سيقضي القول كما فاته، والقول الذي فاته هو الركعة الأولى، وفاتت الركعة الأولى فاتحة وسورة جهر، وينبغي يستحب أن تكون يعني أعلى من السورة اللي يقراها في الركعة الثانية، يقراها الإمام مثلا، الإمام قرأ سورة الكوثر مثلا الإمام في الركعة الثانية، هو لم يقضي الركعة الأولى يقرأ سورة أعلى من الكوثر لأنه هو بيقضي الركعة الأولى، يستحب له أن يقرأ سورة أعلى منها. الأخت كريمة من طرابلس، بالنسبة للعملات الإلكترونية يعني إذا كان يعني عملة بيتكوين ولا غيرها من العملات التي لا يعلم من مصدر هذه العملة ومن يتحملها ومن سنها أصلا لسكة للتعامل بها، إذا لم يعلم أصلها فلا يجوز التعامل بها. أما إذا كان هو المال نفسا النقود متاعنا غير إنها بالبطاقة مثلا، يعني نقد إلكتروني مش نقد ورقي، يعني مشحونة في بطاقة أو مثلا من حساب أونلاين تتحول أو غيرها، فهذا لا بأس بالشراء. لكن إذا كان فيه شراء للعملات أو شراء للذهب فينبغي أن تطبق عليه أحكام الصرف اللي هو التقابض، وينبغي أن ينظر في المعاملة هل هي حلال أو لا أصلا، فلا يجوز له أن يشتري شيئا محرما، ولا يجوز له مثلا أن يصطرف بدون تقابض. لكن من باب يعني العموم، العملة الورقية أو النقد الورقي كالنقد الإلكتروني سواء بسواء، أهم شيء يعني ينبغي أن يركز فيه على أحكام الصرف، إذا كان فيه صرف ينبغي التركيز على التقابض. تسأل أيضا تقول عن الجشاء يعني التقريعة في الصوم ما حكمها؟
إذا كان يعني هي في الحلق فقط ولم تخرج إلى الفم فلا بأس بها ولو يعني وجدت الطعم لا تفسد الصوم، لكن إذا خرجت إلى الفم ثم رجعت إلى الجوف مرة أخرى هذه تفسد الصوم. يعني عندنا ثلاثة حالات، إما أن تكون في الرقبة فقط التقريعة هذه في الرقبة ولم تخرج إلى الفم فهذه لا تفسد الصوم على كل حال، وإما أن تخرج إلى الفم، الحالة الثانية تخرج إلى الفم ثم تعود إلى الجوف هذه تفسد الصوم، الحالة الثالثة تخرج إلى الفم ثم يلفظها إلى الخارج ما لا يرجعها إلى الجوف لا تفسد الصوم. إذن عندنا ثلاثة حالات، في حالة واحدة اللي تفسد الصوم وهي خروج الجشاء هذا إلى الفم ثم رجوعه إلى الجوف مرة أخرى. الأخ عبد المنعم من طرابلس قال وجدت فيديو فيه شخص يقول إن أبا هريرة رضي الله عنه قد تعلم آية الكرسي من الشيطان من إبليس، هذا الكلام بهذا الإطلاق ليس صحيحا، وإنما الذي حصل ما جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على الطعام، فأتاه الشيطان في صورة بشر وقال له وأراد أن يسرق الطعام، فأمسكه أبو هريرة رضي الله عنه وقيده وقال أخذك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بنسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه بأنك سارق، فجعل يعتذر له وأنه له أطفال وأنه كذا وكذا، فتركه أبو هريرة رضي الله عنه، ثم جاء ليصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما فعل صاحبك البارحة، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي بما حصل، فقال له ما فعل صاحبك البارحة، قال يا رسول الله قال كذا وكذا واعتذر وتركته، فقال سيعاودك الليلة حيرجع لك ثاني، ورجع مرة أخرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ووثقه أبو هريرة وأراد أن يأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند طلوع الفجر، فاعتذر كما اعتذر وأشد فتركه أيضا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ما فعل صاحبك البارحة، قال كذا وكذا، قال كذبك وسيعود، فعاوده في الليلة الثالثة فقال الآن أسلمك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش بنطلقك المرة هذه، فقال له يعني هل أدلك على شيء أفضل لك من ذلك، قال ما هو، قال آية الكرسي فضلها أنها يعني لا يستطيعها الشيطان وكذا، فتركه لأجل هذه الفائدة، علم هذه الفائدة فأخلى صراحه ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الفجر فقال ما فعل صاحبك البارحة، قال يا رسول الله قال كذا وكذا، قال صدقك وهو كذوب، يعني بالفعل ما أخبرك به من فضل آية الكرسي صحيح وهو كذوب لأنه شيطان. فهذا يعني يستدل به أهل العلم على أن الإنسان المسلم يأخذ الصواب والفائدة من يعني كل من جاء بها، لذلك يقول يعني سيدنا علي رضي الله عنه كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر يقول خذوا العلم أن وجدتم، أينما وجدته خذوا العلم أن وجدتكم، واتركوا قول العلماء بعضهم في بعض، يعني كان لقيت عالم يتكلم معاصر يتكلم في عالم فاترك قولهم ولا تلتفت إليه في بعضهم، لأن تحصل الغيرة بينهم فيغار بعضهم من بعض، لكن خذ الفائدة وخذ العلم، هذا الذي يعني يمكن أن يفهم من الحديث. الأخ فوزي من طرابلس قال توفيت جدتي قبل زوجها، قبل جدة توفيت، ويقول جدي عندها الربع فيها لأن عندها صغار، بعدين قال تفاجأنا أن جدي باع كل أملاك لأولاده، يعني ما يعلمه وما لا يعلمه، فقال كل حاجة تطلع لي هي ليهم، نشوف هل هذا بالفعل قبضوا ثمن البيع فيه، يعني باعوا وشريه بالفعل في المعلوم من المبيع، إذا كان عرفوا وقبض الثمن وكان ثمن المثل أو قريبا منه ما فيش أي بأس، هذا بيع وشراء، أما إذا كان هو حيلة أراد أن يستأثر بالمال للأبناء دون البنات فهذا لهم يعني أن يطعنوا في ذلك أمام المحاكم، لهم أن يطعنوا فيه، فهذا أمر يستوجب القضاء و يعني رؤية البينات ونحو ذلك. أنا بس بنعاود الأخ فتحي معلش، هو قال لي يعني الأخ فتحي مسرعة، نتمنى أن يكون قاعد يسمع، يعني لما سلم الإمام
قام القضاء هو قال زد يعني جلوس بعد الركعة الثالثة، ما دام زاد فيسجد بعد السلام ويكفيه، إنما الذي يبطل الصلاة هو النسيان السجود القبلي الذي يكون لثلاث سنن، وفوت قبلي ثلاث سنن، إذا كان طال الفصل وفاته سجود قبلي فيفسد صلاة، أما السجود البعدي فله أن يدرك ذلك الآن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء، إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا.